السلام عليكم، تحيتي لجميع الطلبة المقبلين على الامتحان ديال التعليم. قلنا بلي الامتحان ان شاء الله مجرد ايام معدودة. اليوم بغيت نكمل معكم التوصيف ديال الامتحان ديال علوم التربية، وبغيت نركز شوية على المجال الفرعي الثالث اللي هو مقاربات بيداغوجية. طبعا جميع الطلبة يعرفوا بان المغرب عرف مجموعة المحطات التاريخية في المقاربات التعليمية ديالو وفي الاستراتيجيات اللي اعتمدها مجال التعليم. وعلى المستوى التاريخي تنعرفوا بانه كاين انتقال من ثلاثه المستويات، من البيداغوجيه ديال المحتوى الى بيداغوجيه الاهداف اللي كانت سائده في المنظومه ديال التعليم المغربي، الى حدود ظهور المقاربه بالكفايات اللي جات من بعد الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. لاحظوا معايا انه في المستوى الثالث دايرين طرق التدريس واستراتيجيته النشيطه. هنا كيهضروا على الاستراتيجيات اللي جات مع المقاربه بالكفايات، طبعا لان المقاربه بالكفايات الفكره ديالها المركزيه ان المتعلم هو فاعل في العملية التعليمية التعلمية، وهذه كنت قلت لكم شحال مرة الفكرة ديال ما يسمى البيداغوجيات النشطة اللي تعتبر بأن المتعلم ذات فاعلة، والمصدر ديالها والمرجعية ديالها تتبنى على مجموعة المقاربات في علم النفس التربوي اللي دايرين حتى في التوصيف، اللي هي المقاربة البنائية والسوسيو بنائية والمقاربة المعرفية. فأنا في هذا الفيديو باش نكون موجز وما نطولش عليكم غنركز على طرائق التدريس واستراتيجيته النشط. الفكره المركزيه ديال هاد الطرق كاملين هي انه كيفاش نجعلوا المتعلم يشارك في العمليه التعليميه التعلميه. فاذا هاد حل المشكلات والمشروع ودراسه الحاله والبيداغوجيه الفريقيه وبيداغوجيه الخطا، هذه كلها طرائق المركز ديال التعلم فيها هو المتعلم، يعني ان التلميذ هو فاعل في العمليه التعليميه التعلميه، وخصنا نبحثوا على استراتيجيات باش نشاركوا في هذه العمليه التعليميه التعلميه. نبداو ببيداغوجية حل المشكلات. هذه بيداغوجية حل المشكلات تتنطلق من الفرضية اللي هي الوضعية المشكلة. ما معنى الوضعية المشكلة؟ هنا يمكننا نستحضروا التعريف ديال الأستاذ الدكتور عبد الكريم غريب اللي تيقول أن بيداغوجية حل المشكلات تعتبر من الأساليب الملائمة لعملية تكوين الكفايات، خاصة وأن أسلوب حل المشكلات يتأسس على فلسفة تسعى إلى تحقيق أعلى درجة من تكيف الفرد مع محيطه، وهو نفس المسعى الذي تنشده الكفاية. غتلاحظ معايا بأن بيداغوجية حل المشكلات تتلائم مع المقاربة بالكفاية. وهنا نلقاو بأن كاين واحد التعريف ديال دانكر تيقول الانتقال، تيقول بأن البيداغوجية ديال حل المشكلات هي الانتقال من وضعية معطاة إلى وضعية مطلوبة، شريطة أن يتضمن هذا الانتقال إعادة التنظيم، يعني إقحام التلميذ في مشكلة ما على أن يكون الهدف هو خروج منها من خلال معارف مقدمة سلفة. بهذا المعنى تتكون البيداغوجية، بهذا المعنى تتكون المشكلة هي وسيلة من أجل استفزاز ومن أجل تحفيز الملكات النقدية والذهنية عند المتعلم، وإدماجها مع ما يمتلكه من معارف ومن معطيات أو تمثلات مسبقة حول الإشكالية ولا القضية التي نحن بصدد معالجتها. أهداف ديال بيداغوجية حل المشكلات عندها مجموعة ديال المنطلقات. أول حاجة هي إشراك التلاميذ بناء التعلمات وتقويمها، وهذه الفكرة هضرنا عليها سابقا، بأنه المتعلم يساعد بشكل فعال في المعرفة حتى يستطيع أن يكون ناجحا فيها. المسألة الثانية وهي تعزيز دافعية التعلم والحافزية الداخلية، وهذا هو الهدف ديال التعلم، حتى يستطيع المتعلم التركيز على ما يسمى التعلم الذاتي، يعني أن يكون هو نفسه يقوم بالبحث عن المعرفة ويسعى إلى تقويم نفسه في هذه المعرفة، وكذلك الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وما نساوش كذلك تنمية التفكير النقدي والإبداعي، لأنه طبيعة المشكلات تتنمي التفكير النقدي اللي هو أهم حاجة في العملية ديال التعلم بالنسبة للمقاربات الجديدة التي تعتمد عليها الكفايات. وبالنسبة لأنواع المشكلات اللي يمكننا نصوغها، كاين مشكلات تلقائية تجي مع الدرس ومع طبيعة المادة، وكاين مشكلات محدثة يعني يقوم المدرس بوضعها وببنائها بشكل منظم وأهداف مقترحة من خلال صياغة الفرضيات، أي اقتراح حلول لمشكلات، ثم دراسة صحة هذه الفرضيات والنتائج، أي الحلول التي يصل إليها المدرس في النهاية. وعندنا كذلك بيداغوجية أخرى اسمها بيداغوجية المشروع. بيداغوجية المشروع الفكرة المركزية ديالها أن المتعلم يساهم في بناء مشاريع تربوية داخل الفصل الدراسي، اللي تكون إما مشروع المؤسسة، وعندنا مشروع القسم، وعندنا مشروع، وهذا الأمر كاين حتى في الدليل المرجعي للاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة اللي تعرفوا بأنه يعتبر مشروع المؤسسة الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، والآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية داخل مؤسسات تعليمية
مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها. من هذا المنطلق ولات فكرة المشروع جزء من الطريقة التي يتم بها تسيير المؤسسات. فهناك عندنا مشروع المؤسسة وعندنا مشروع التلميذ اللي هو كيفاش التلميذ في حد ذاته يساهم في بناء الدرس. ولا تلاحظوا معي بأن في مقررات مثلا بالنسبة للثانوي الإعدادي غتلقاو بعد نهاية كل وحدة دراسية أو مجزوءة مطلوب من التلاميذ أن يقوموا بإنجاز مشاريع، سواء مشاريع فردية أو داخل مجموعات. إذن الفكرة المركزية هي أن يكون المتعلمين مشاركين في تخطيط لفعل التربوي وتقاسم الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالمجتمع التربوي داخل المؤسسة، إضافة إلى تحسين الفاعلية ديال المؤسسة التعليمية من خلال الحد من نسب الفشل الدراسي ومن السلوكيات السلبية داخل المدرسة. ملي تيولي التلميذ كيحس بأنه فاعل ومنتج داخل الدرس، ما تيكونش مجرد متلقي سلبي، كيولي حتى هو عنده واحد الفاعلية. إذا مثلا يطرح واحد السؤال هنا مثلا ما هو دور المتعلم في النظام التعليمي الجديد، طبعا خصو يكون عنده دور فاعل ودور منتج وليس فقط دور متلقي سلبي، وهذا ما تسعى إليه بيداغوجيا المشروع. إضافة إلى أن بيداغوجيا المشروع تتشجع على روح المبادرة والابتكار وتنمية المواهب. بالنسبة للمشاريع عندنا مشاريع متنوعة، نقدر نتكلم على مشروع المتعلم ينجزه التلميذ بشكل فردي أو جماعي في إطار مادة دراسية. عندنا مشروع تربوي يقترح الفاعلون في المؤسسة التعليمية، تلاميذ ومدرسون وإداريون وممثلون ديال جمعية الآباء. وما ننسوش كذلك مشروع المؤسسة اللي هو يعتبر الرؤية العامة التي تشتغل داخلها المدرسة. وكاين تفاصيل اخرى حول البيداغوجيا المشروع، انا نخليكم الرابط ديال الفيديو اللي ذاته خاص حول هذه البيداغوجيا غادي يكون في صندوق الوصف. وعندنا كذلك ما يسمى دراسه الحاله، المقصود بهذه البيداغوجيا هذه هو ان تنوضع التلميذ ولا مجموعه ديال التلاميذ داخل واحد الحاله، تنوصفوا المشكله ديالها وتنحاولوا نطلبوا من المتعلم انه يلقى حل هذه المشكله هذه او لهذه الحاله هذه. يعني هنا تيكون عند المتعلم واحد الدور نشط انه يبذل الراي ديالو في ما يسمى التعلم الجماعي، وكذلك تدريبهم على تشخيص المشاكل وتحليلها واقتراح حلول مناسبة لها، وكذلك تنمية قدرتهم على المشاركة الفعالة في التفكير الجماعي القائم على الإنصات للآخرين واحترام آرائهم، إضافة إلى بناء مواقف واتجاهات إيجابية من خلال دراسة تصرفات الآخرين. يمكننا ندير دراسة الحالة من خلال ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى نحدد فيها الحالة ولا المشكلة. المرحلة الثانية تندير إبراز ديال رد الفعل، انعكاسات ديال التلاميذ أو الآراء ديالهم حول هذا الموضوع. وفي الأخير تنديروا الحلول المقترحة لهذه المشكلة، نشوفوا أقرب الحلول للمنطق وللبعد العقلاني. إذن هنا كذلك عندنا بيداغوجيات أخرى أو تقنيات ديال التدريس أخرى ما ذكرناهاش التوصيف، ولكن عطات هذه النقاط بمعنى حتى هي كاينة، بحال بيداغوجيا الفارقية اللي تقول بأن المتعلمين لا يستقبلون المعرفة بشكل منسجم أو متشابه لأنه كاين فوارق على مستوى الذكاء ولا مستوى التمثلات ديالهم المعرفة، فبالتالي المدرس الناجح خصو يراعي هذه الفوارق الفردية من خلال توظيف تقنيات مختلفة في عملية. طبعا الهدف الأساسي من هذه البيداغوجية هذه هو تشجيع المتعلمين على الإبداع والابتكار وعلى كذلك احترام الفوارق الموجودة بينهم. وكاين واحد المرجعية علمية في هذه القضية هذه وهي نظرية الذكاءات المتعددة، تقول بأن كل تلميذ عنده واحد الذكاء يميزه عن الآخرين، فبالتالي المدرس الناجح يحتاج أن يوظف تقنيات مختلفة، يعني أن الأستاذ يكون عنده واحد التنوع واحد الاختلاف في المقاربات ديال التدريس حتى يستطيع المتعلمون استيعاب وإدراك تلك المعرفة التي يقدم. وحتى هذه البيداغوجيا اللي بغى يتعمق فيها درت له واحد الفيديو غتلقاوه في صندوق الوصف. هنا يمكننا نضيف بعض البيداغوجيات الأخرى بحال بيداغوجيا الخطأ أو تقنية تدريس بخطأ. الخطأ في المقاربات الكلاسيكية كان يعتبر شيء سلبي، لكن من خلال المقاربة بكفايات أصبح الخطأ جزء من العملية التعليمية التعلمية، لأنه هذا الخطأ منه يمكننا نطلقوا في تحسين المعلومات وتحسين الجانب المعرفي. إذا يمكننا نقول بأن الخطأ هو جزء من استراتيجية التعليم والتعلم، بل هو يبنى من خلال وضعيات ديداكتيكية. وباش نقوم بعملية توظيف بيداغوجيا الخطأ، أول حاجة نحتاج إلى تقويم تشخيصي من أجل الكشف عن مواطن القوة والضعف في التحصيل الدراسي، إضافة إلى رصد الأخطاء التي ينتجها المتعلمون، ومن خلالها نقوم ببناء واحد الخطة ديال التقويم باش نقدروا نحسنوا الجودة ديال التعليم عند التلاميذ. وكذلك نساعد المتعلمين على التقويم الذاتي، وهذا هو أهم عنصر في عملية ديال التعلم بالخطأ، لأن المتعلم تقدر هو يدير التصحيح الذاتي للتعلمات ديالو وما يسمى التعلم الذاتي.
اخيرا يمكن نضيف كذلك ما يسمى بيداغوجيا الفصل المعكوس نحو تعلم فاعل. هذه البيداغوجيا تقول بان المتعلم حتى هو خصو يكون مساهم في بناء الدرس، فبالتالي من خلال انجاز مجموعه ديال العروض ومجموعه ديال الوسائل خصو يكون الدرس عباره عن تقنيات نشط، ماشي مجرد فقط القين المعلومات من خلال عروض تقدمها الاستاذ او من خلال ما يسمى الالقاء المنظم، بل يجب على المتعلمين كذلك ان يكونوا مساهمين في بناء هذه المعرفه من خلال مجموعة من البرامج والعروض التي يقدمونها، فيكون الأستاذ هنا مجرد متلقي والتلاميذ هم من يقومون بإنجاز الدرس، ولكن هو يتابعهم ويلاحظهم. هنا قدر الأستاذ يوجه التلاميذ أنهم يوجدوا واحد الدرس ويعطيهم الوثائق ويعطيهم التقنيات، ويجيوا الفصل الدراسي يحاولوا يديروا هما الدرس بشكل فردي ويحاول يراقب الدرس من خلال. وهذا النموذج تحرر التلميذ من أنه يبقى جالس جوج سوايع وهو ساكت، بالعكس يعني يصبح هو فاعلا داخل القسم ويصبح هو كذلك منتج للمعرفة ومنتج لتقنيات أخرى للتعلم مخالفة مثلا التي يقدمها المدرب. نقدر نقول أن بيداغوجيا الفصل المعكوس حاولت أن تدمج مجموعة من البيداغوجيات مثل البيداغوجيا الفارقية والذكاءات المتعددة والتعلم والاكتشاف. إذن إلى هنا غنكون سيت هذا الفيديو اللي حاولت نبارطاجي فيه بعض طرق واستراتيجيات تدريس نشيطة وفعالة، وكاين تقنيات أخرى يمكن لكم تطلعوا عليها، ولكن الأساسي وانكم تفهموا المنطلقات ديال هذه الطرق ديال التدريس، لان الاسئله ديال الامتحان غادي يكون فيها التركيز على المفاهيم ديال هذه الطرق، مثلا شنو هما المفاهيم تعتمد عليها تقنيه حل المشكلات، المشروع، دراسات الحاله، الفريقيه، هذو كلهم خصنا نضبطوا شنو هما لي كونسيبت ديالهم وشنو هما الاليه اللي تعتمدوا عليها، لان الامتحانات ديال QCM تتكون فيها هذه القضيه هذه، مثلا شنو هي الاسس ديال بيداغوجيا الكفايات، مثلا شنو هي الاسس ديال تقنيه حل المشكلات، واش هي هذه ولا هي هذه ولا هذه، فخص يكون عند الطلبه هذاك الالمام الجيد وبالعناصر الاساسيه كل تقنيه من هذه التقنيات هذو. وبالتوفيق والنجاح للجميع. الاعلان على النتائج ديال الالتقاء غتكون في الجمعه ان شاء الله. نتمنى ان الجميع يسمع اخبار الخير وبالنجاح ان شاء الله والتوفيق.